آباء الأمهات فاقوا باللعبة. الآن الأمهات والآباء في الشارع ومعهم التلاميذ إلى جانب نساء ورجال التعليم. الوزارة هنا خصها تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم فورا، وإلا الاحتقان سيستمر إلى ما لا نهاية. نحن لا نريد فتح حوار، نحن نريد الاستجابة الفورية لنساء ورجال التعليم، قانون نظام. متتبعينا، نرحب بكم أينما كنتم في منزل الأستاذ والكاتب السابق المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيزايو بين 1998 و2002، ورئيس سابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بين 2011 و2015، وهو الآن إطار إداري بثانوية زايو الجديدة محمد الجهلي. شكرا للأستاذة سمية والفريق المرافق لك، مرحبا بكم مرة ثانية، ومرحبا بجميع متتبعي قناة الوضوح. كما هو معلوم الأستاذ الجهلي، الساحة التعليمية كتعرف غليان وتوتر كبير في الأواني الأخيرة. السؤال، ما هو الهدف من هذا الإضراب وما هو سقف الملف المطلوب؟ شكرا للأستاذة سمية على هذا السؤال. هذا أول إضراب من كتخوض مجموعة من أو فئة من كتخوض إضراب معين، لأن كاين مصالح مشتركة بين هذه الفئات وعندهم هدف معين. عبر التاريخ نساء ورجال التعليم لم يكن هدفهم هو الإضراب. الإضراب وسيلة لفتح قنوات الحوار وفتح قنوات التفاوض، لكن هذه المرة نساء ورجال التعليم عندما انتفضوا ليس هدفهم هو التفاوض أو فتح باب الحوار، بقدر ما هو هدفهم هو إلغاء أو سحب النظام الأساسي اللي صدرته الوزارة ومرته في المجلس الحكومي وعبر ما وفي الجريدة الرسمية وفي زمن قياسي لم نشهد له من قبل. وبالتالي الهدف من هذا الإضراب هذا أو من هذا الغليان اللي تم الإجماع عليه هو سحب هذا النظام الأساسي وإعادة صياغته على قاعدة مطالب ونساء رجال التعليم. بالنسبة لسقف المطالب، رجعوا للسؤال ديالك، سقف المطالب، نساء ورجال التعليم يطمحون إلى نظام أساسي عادل ومنصف، واستحضارا لبعض بنود هذا القانون الأساسي كنلاحظوا بأن هناك مجموعة من المطالب التي وردت في هذا القانون الأساسي واللي تم الإجماع على رفضها. مثلا ناخذ نظام التعاقد اللي لاحظنا في المادة الأولى، هو جوهر الإشكال هو أنه هو النظام الأساسي تم الإبقاء على نظام التعاقد. شحال من وزير خرج وشحال من مسؤول خرج كيقول لنا نظام التعاقد ما بقاش، ولكن للأسف أنهم حذفوا اللفظة ديال التعاقد وتم الالتفاف حولها، ولكن جوهر الإشكال بقي دائما هو هو. كيف ولكن يمكن؟ أستاذ، بعض الآباء كيتساءلوا لماذا الأستاذ في البداية نتاع الشغل ديالو وافق على هذا العقد العمل، علاش ما رفضوش من الأول؟ لماذا حتى دخل ليه وبدا في صحيح الإضرابات وضيع معاه التلميذ؟ صحيح، هذا إشكال كبير، لأن نظام التعاقد من بال 2016 نبهنا على أن هذا نظام التعاقد غادي يولد لنا الهشاشة في نظام التعليم، وغادي يكون رجل التعليم في وضعية هشة وغير مطمئن على مستقبله. وبالتالي هذاك العقد كنا سميناه عقد الإذعان بين مشغل في موقع قوة وبين مشغل في موقع ضعف. هذا هو الإشكال اللي أصدر على هذا النظام التعاقد، وقلنا نبهنا منذ البداية منذ 2016 بأن هذا النظام هذا غادي يولد لنا واحد الهشاشة كبيرة في نظام التعليم، إذ لا يعقل أن في مؤسسة واحدة كنلقى واحد رجل تابع لنظام الوظيفة العمومية ورجل تعليم آخر إلى جانبه يشتغل بنظام العقدة أو بنظام الصخرة، وهذا غير مقبول في قطاع التعليم اللي كي يعرف واحد كتلة بشرية هائلة. وما يمكنش، يمكن يكون في نظام المقاولات لكن نظام التعليم ما يشتغلش، ما يمكنش يكون فيه نظام العقدة. بالرجوع قلنا دائما إلى سقف المطالب نتاع النساء ورجال التعليم واستحضار لبعض بنود هذا النظام الأساسي، ناخذوا هذا النظام العقدة اللي نظام التعاقد اللي بقى الجوهر ديالو باقي قائم في هذا النظام التعاقد. ناخذوا مثلا النقطة الثانية هو نظام الترقية اللي هو غير واضح. ناخذوا مثلا أساتذة الماستر حاملة الشواهد العليا وأساتذة الدكتوراه اللي كانوا قبل 2015
كيجيب الأستاذ، كيجيب الماستر ديالو أو كيجيب الدكتوراه ديالو، كيتلقى مباشرة إلى السلم المناسب. الآن داروا لنا نظام نظام المباراة، وهذا مرفوض. نظام المباراة حدود المناصب المتوفرة لدى الوزارة، وهذا مرفوض من طرف النساء ورجال التعليم. كنوجدوا كذلك واحد النقطة أخرى في هذا النظام الأساسي الصادر عن وزارة التربية الوطنية، وأقل ما يمكن أقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه نظام بائس صادر عن عقلية تكن كل الحق للنساء ورجال التعليم. النقطة اللي يمكن لها أن نشير لها هو نظام التمييز في التعويضات، بحيث أن الأطر الإدارية اللي كنسميوه نحن أطر إدارية، اللي داروها كآلية من آليات الضبط والمراقبة لرجل التعليم، قهموها بالتعويضات، في حين أن رجل التعليم ما استفدش بهذه التعويضات. كذلك النقطة الثالثة هي الزيادة في الأجور. لا يمكن أن يتم إصلاح منظومة تعليمية بصفر درهم، هذا الشيء راه ماشي معقول. صفر درهم ما يمكنلكش تصلح واحد الدار عندك مخربة وباغي تصلحها بصفر درهم، ما يمكنش. تكلفة الإصلاح لابد أن تكون مادية، ما يمكنناش نكونوا نهضروا على إصلاح بصفر درهم. الزيادة في الأجور ما كايناش، كلنا ما كاينش زيادة في الأجور. كاين النظام التأديبي هو اللي عاود خطير. النظام الأساسي نتاع 2003 كان يخضع، النظام التأديبي كان يخضع لعقوبات نتاع النظام الوظيفة العمومية. الآن أضافوا عقوبات أخرى وكأننا في ثكنات عسكرية أو في ثكنات تخضع لنظام تأديبي صارم. إحنا في مؤسسة تربوية ما يمكنش هذا النظام العقوبات تشمل رجل التعليم كحرمانه من الترقية، كحرمانه من الحركة. ما يمكنش رجل التعليم يدير خطأ يتحرم من الحركة، إذ ممكن أنه يبدل غير المكان، غادي يغير المسار المهني ديالو. ما يمكنش رجل التعليم يرتكب خطأ يتحرم بالترقية، لأنه هو الترقية هو اللي كيستناها، وهذا الشيء ماشي معقول ومرفوض وغير مقبول. حيث أننا احنا كنشوف بأن النظام الأساسي اللي كيمس واحد الفئة أخرى كبيرة، حوالي أكثر من 300 ألف نساء من النساء ورجال التعليم، هو واحد مؤسسة اللي كتجنى القيم النبيلة، ماشي مؤسسة اللي كتخضع لنظام العقوبات الصارمة. هنا إذا كاين شي عقوبة تأديبية تكون عقوبات تربوية، لأن حنا التلميذ حتى التلميذ من كيتعاقب كنعاقب نديرو له عقوبة تربوية، ماشي عقوبة سجنية ولا حبسية ولا عقوبة صارمة اللي ربما كتحد كاع من الطموحات ديالو. وبالتالي هذا النظام ديال العقوبات كذلك مرفوض. زادوا كيهدوا نساء ورجال التعليم من الاقتطاعات من الأجور، وهذه الاقتطاعات من الأجور إلا استحضرنا واحد القولة قالها بن كيران رئيس الحكومة السابق، قال الأجر مقابل العمل، وهذه قاعدة غير سليمة، بحيث أن الإضراب هو حق دستوري نص عليه دستور 2012، وفي غياب القانون المنظم للإضراب أي اقتطاع من أجرة رجل التعليم الهدف منها هو التجويع دياله والترقيع دياله، والاقتطاع من الأجور هو أمر مرفوض وغير قانوني، خاضع قلنا لواحد القاعدة سنها بن كيران، وقال الأجر مقابل العمل، وهو الآن بن كيران مشى ودار لنا المآسي اللي كيعاني بها المجتمع وكيعاني بها النساء ورجال التعليم في التسعة، وكيعاني بها جميع المواطنين، الإجراءات اللا شعبية اللي دارها مرفع الدعم على صندوق المقاصة. ها هو حنا كنشوفوا الان البنزين فين وصل، ومن كيرتفع البنزين كل شيء الاسعار كتزاد، شكون اللي كيعاني بها؟ كيعاني بها المواطن ومعهم نساء ورجال التعليم. سؤال استاذ جوهري، واش الحكومه ملي كتاخد شي قرار كهذا واش واش كتستشر مع النقابات؟ هذا الحكومات كتعمل بواحد القاعده، كيقول لك شورها ما ديرش برايها، هذا هو النهج اللي كديرو الحكومه يعني حاليا. كتعلم ولكن ما كتاخدش، كتخبرك كتشاورك ولكن كدير اللي في راسها، وهذا اشكال كبير باعتبار ان الحكومه النقابات كتعتبرهم شركاء ولكن في الاخير ما كتاخذش برايهم وما كديرش. هنا اشكال كبير كيطرح حتى على موقع النقابات الحاليين. الان اشكال النقابات راه مطروح عليها الف سؤال. هل تم تصدير استاذ برنامج لتعويض التلاميذ المتضررين من الاضرابات والاشكال الاحتجاجيه التي يخوضها رجال ونساء التعليم؟ شكرا على هذا السؤال، فعلا سؤال وجيه. حنا كنقولوا ان كل هدر زمن الزمن المدرسي، كل هدر كتحمل فيه الوزاره وحدها المسؤوليه،
هدر الزمن المدرسي بالنسبة للتلميذ، الوزارة هي اللي مسؤولة عليه، لأن الآن هناك مقاطعة شاملة للمجالس التعليمية، المجالس التربوية على مستوى المؤسسة، وهي اللي كتعتبر آلية من آليات تدبير داخل المؤسسات. إن هذه الآليات الآن معطلة. الدعم هنا كنستحضر واحد القولة ديال بيير بورديو، واحد المنظر فرنسي، كيقول لك حرب الأغنياء على الفقراء تبدأ من المدرسة. الآن بدأ الحرب على الفقراء، بدأت من المدرسة. واحد المثل الدارجي احنا عندنا كيقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. واش يقدر يكون أستاذ هذا السبب أنهم دايرين هذه الانتكاسات في التعليم العمومي لكي يلتجئ التلميذ للتعليم الخصوصي؟ هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال فعلا. هنا كنبداو، هنا كنستحضروا عاود واحد القولة نتاع بن كيران رئيس الحكومة السابق، عندما قال حان الوقت أن نرفع يدنا، أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة. من هنا بدا الخلل، لأن كانوا يشجعوا، لأن هذا الشيء جاء على حساب القطاع العمومي لتشجيع القطاع الخاص، وهذا إشكال كبير. نيجي هذا الإشكال، هذا بدا تشجيع القطاع الخاص في الصحة وفي التعليم، ولكن احنا الذاكرة نتاع المغاربة راه عندهم واحد الذاكرة، ذاكرة الفيل كما يقال. من جاتنا جائحة كورونا لاحظنا بأن تعليم القطاع الخاص بقى كيسمصر الدولة، كيطلب على الدعم. لاحظنا بأن لي بولي كلينيك نتاع القطاع الخاص رفضت تستقبل المرضى كورونا. شكون اللي لقاو قدامهم؟ لقاو القطاع العام نتاع نعم الصحة، حيث التقى الغني والفقير في مستشفى واحد، ولقاو التعليم العمومي اللي كانوا رجال التعليم ضحاو وكانوا كيقروا عن بعد، شراو البيسي ديالهم، شراو دخلوا الانترنت، كل شيء بجيوبهم، بقاو يقروا ولاد الناس ونجحوا الموسم الدراسي. اذا القطاع العام اساسي ولا بد من الدعم ديالو. هنا التشجيع دابا الان بغاو يرجعونا لما قبل كورونا، بغاو يشجعوا القطاع الخاص الحاليين المسكوت عنه في هذا الحصار اللي راه واقع للتعليم، هو باش الناس تهرب من القطاع العام للقطاع الخاص. ولكن القطاع الخاص ماشي بديل، حنا كنقولوا للدولة اللي بغى يمشي للقطاع الخاص ماشي مشكل، اللي بغى يبقى في التعليم العام ماشي مشكل، ولكن الشروط المتوفرة في القطاع الخاص وفروها الرجل التعليم في القطاع العام وغادي نشوفوا المردودية، لأن الناس كتبجح بالمردودية في القطاع الخاص. في حين أن غير هذه أسبوع كنلاحظوا بأن أفضل رجل تعليم في العالم وراه جادوا به هو رجل التعليم المغربي، أستاذة الفلسفة هي اللي ادت جائزة عالمية أحسن مدرسة في العالم. إذن المدرس الإشكال ماشي في المدرس، الإشكال في الشروط اللي كيشتغل فيها المدرس، هذا هو الإشكال. أما بالنسبة للدعم باش الأساتذة قادرين أنهم يخدموا ليل نهار مع التلاميذ وحتى في أيام العطل، ولكن بشرط توفر لهم الشروط. وفر لهم الشروط، زمن الهضره، الزمن المهضور للتلميذ الاستاذ قادر باش يعوضه، ولكن احنا الان كنحمل المسؤوليه للوزاره في اي هضره الزمن المدرسه. وهنا كيبقى السؤال، ما هو مستقبل السنة الدراسية الحالية في ظل الإضرابات التي تخوضها أسرة التعليم؟ مستقبل الموسم الدراسي، المستقبل ديالو راهين مرتبط نقولوا في الوزاره. قبل ما نمشيو لهذا السؤال، هذا نرجع للدعم اللي كنا هضرنا عليه باش ما ننساش واحد النقطه. كاين واحد الدعم سميتو الدعم التطوعي اللي كيقوموا به رجال التعليم داخل المؤسسات، وهذا كيقوموا به على دور السنه. حنا عندنا اساتذه مساء يوم الجمعه ومساء يوم السبت كيخدموا اربعه السوايع بدون مقابل. السنه الماضيه جات الدوله دارت لنا واحد الدعم سميتو الدعم المؤسساتي. للاسف هذاك الدعم المؤسساتي استفدوا به بعض رجال، داروا مراكز للدعم واستفدوا به بعض رجال التعليم، وحرموا رجال التعليم اللي كانوا كيديروا الدعم على دور السنة. فجميع المؤسسات واخدة هاد العمل، هاد المبادرة هذه مجانية ولا فقط المبادرة المؤسسة؟ مجانية كيديروها جميع الأساتذة في جميع المؤسسات بشرط توفر لهم القاعة وتوفر لهم الحيز الزمني فين يديروا الدعم. ولكن قلنا للأسف أن السنة الماضية الوزارة نزلت علينا بواحد المذكرة سماتو الدعم المؤسساتي. بالمقابل دارت لنا مثلا في زيو واحد المركز للدعم، ومشاو تما وجمعت التلاميذ باش يديروا تما الدعم، واستافدوا بعض الأساتذة
بالمقابل لهذا الدعم، هذا الدعم المادي، ولكن الاساتذه اللي كيديروا الدعم على دور السنه ما استفدوش. هنايا كتقول لك بحال الدوله، بحال اللي كتقول لك ها اللي غادي يستافدوا الدعم، انتم ديروا الدعم ولا ما ديروش ما استافدوش. هذا الشيء ماشي معقول. الاساتذه اللي كيقوم بعمل تطوعي يخصو تكون مقابل ديالو. وهذا من بين الاشكالات اللي ورده في هذا النظام الاساسي الجديد، هو ان الاساتذه ضفت لهم مهام اخرى خارج وقت العمل ديالهم وغادي تكون اجباريه، وعاود هذا الشيء مرفوض، لان العمل خارج وقت خارج الحصه الزمنيه ديال الاستاذ كيكون تطوعي ماشي اجباري. لماذا اخترتم التصعيد مع الوزارة في حين أن هذه الأخيرة تقول أنها أطلعت النقابات الأكثر تمثيلية على مضامينه ووافقت على النظام الأساسي؟ وهذا اللي كان تم نشره بالجريدة الرسمية. فعلا النظام الأساسي الوزارة كانت في حوار مع النقابات طيلة السنة أو سنة ونصف هما في الحوار، توصلوا لـ20 سبتمبر تفاجئ الجميع بأن الوزارة انفردت بهذا النظام الأساسي ومرته في مجلس حكومي وسط في الجريدة الرسمية بواحد في واحد الزمن قياسي. وهذا إشكال كيطرح إشكال على جدوى الحوار، ما الجدوى نتاع الحوار بين النقابات وبين الحكومات؟ وحتى النقابات الآن نقدر نقول لك نساء ورجال التعليم في الملحمة نتاعهم نتاع 7 نوفمبر بالرباط والإضراب اللي انخرط فيه الجميع بشكل كلي، إلا من تخلف أو المخلفون وهم على قلة. في هذه اللحظة هذه الوزارة كنلاحظوا بأنها بلعت لسانها وفي أذنها وقر كما يقال للأسف. واش أستاذ عندكم شي فكرة على الآباء والأمهات اللي كيشوفوا ولادهم كيضيعوا ما عندهمش إمكانيات باش يديهم الخصوصي؟ حلهم الوحيد هو العمومي، خصوصا التلاميذ اللي هم مقبلين على اجتياز امتحانات في آخر سنة أو في الدورة الأولى. الآن الآباء والأمهات فقوا باللعبة، الآن الأمهات والآباء في الشارع ومعهم التلاميذ إلى جانب نساء ورجال التعليم. الوزارة هنا خصها تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم فورا، وإلا الاحتقان سيستمر إلى ما لا نهاية. يعني هنا كتوضح أن الآباء والأمهات هم بصف الأستاذ. طبيعة الحال كنلاحظوا المواقع التواصل الاجتماعي عاجة باحتجاجات نتاع الآباء والأمهات ومعهم التلاميذ أمام المديريات، أمام كذلك الأكاديميات، جمعية آباء وأولياء التلاميذ. الفيدرالية، جمعية آباء وأمهات التلاميذ، داروا ندوة صحفية وبينوا فيها بأن على الوزارة أن تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم حتى لا نحرم أبناء الشعب من متابعة دراستهم. الآن الآباء والأمهات مع الأستاذ في صف في خندق واحد يطالبون الوزارة بالاستجابة وإصدار قانون نظام أساسي جديد يستجيب لكل مطالب نساء ورجال التعليم. وهل الوزارة في صدد الاستجابة أو إعادة النظر في مضامين النظام الأساسي؟ هذا هو المفروض، المفروض أن الوزارة خصها دير إعادة النظر في النظام الأساسي وتستجيب قلنا للملف المطلبين تاع نساء ورجال التعليم اللي معروف الملف المطلبين راه عند الوزارة. للأسف الوزارة لحد الساعة لا خص شي مسؤول حكومي يخرج، لحد الساعة ما خرج حتى شي مسؤول حكومي. أستاذ جوهري كنشكرك للاستضافة ديالك لينا، واش عندك شي كلمة أخيرة تضيفها؟ شكرا لكم كذلك على الحضور نتاعكم. ولكن قبل ما نختموا انا بغيت نذكر اخوات والاخوه نساء ورجال التعليم على ان الان كاين اللي غادي يخرج للساحه وغادي يبقى يبرر الحكومه وغادي تحاول تنطلع علينا الحيله نتاعهم في 2019 كما انطلت كما كانوا حاولوا في 2019 ينسفوا نضالات الذين فرض لهم التعاقد. ومن هذه الزاويه هذه كنحييهم تحيه نضاليه على الصمود ديالهم من 2016 الى الحدود الان مازال صامدين في الساحه. كانت غادي تطلع عليهم اللعبه في 2019، ولكن لسوء حظي هؤلاء ان الحيله ما انطلتش على الاخوان الذين فرض عليهم التعاقد، والان غادي يخرجوا علينا نفس الاشخاص وغادي يقولوا لنا الحكومه ستفتح الحوار. نحن لا نريد فتح الحوار، نحن نريد الاستجابه الفوريه لنساء ورجال التعليم، قانون نظام أساسي جديد على قاعدة المطالب المعروفة
عند الحكومة نتاع نساء ورجال التعليم. تعلق الأمر نظام التأديب أو الترقية أو حاملي الشواهد العليا أو الملف المطلبي، معروف عندهم الاستجابة الفورية لهذا الملف المطلبي، وإلا الاحتقان سيستمر في الساحة التعليمية. متتابعينا، شكرا على تتبعكم. كان هذا لقائنا مع الأستاذ محمد جهري، وهذه هي التوضيحات والنقاط التي تم ذكرها في اللقاء، ولنا عودة معه في المستجدات القادمة.